نعم، لا تزال نتائج أريزونا ونيفادا هي العائق أمام الانتهاء من النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. بحسب ما قال مسؤولو انتخابات في كلتا الولايتين، فإن ما جرى هو أن هناك الكثير من البطاقات الانتخابية التي وصلت عبر البريد. نحن نتحدث عن عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من البطاقات البريدية، البطاقات الانتخابية التي وصلت عبر البريد والتي يتم فرزها بشكل يدوي، وهذا يستغرق وقتا طويلا لفرزها، ولذلك هناك تأخر في إعلان النتيجة في كلتا الولايتين. ولكن ما يعني الشيء البارز والشيء المهم هو ما تقوم به وسائل الإعلام الأمريكية من تحليلات حيال التوقعات واستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات وما جرى فعلا حتى اللحظة. الجميع كان يتحدث عن تسونامي أحمر أو موجة حمراء تضرب الكونغرس الأمريكي أو يعني ستجتاح الولايات الأمريكية، وهذا ما لم يحدث. كما أن الكثير من الأشخاص الذين وقف وراءهم الرئيس السابق دونالد ترامب لترشيحهم لم ينجحوا في الانتخابات، قد نجح يعني عدد قليل منهم، ولكن بشكل عام لا يمكن أن نتحدث عن انتصار كبير للجمهوريين حتى اللحظة في هذه الانتخابات. تشير التوقعات إلى احتمال كبير أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فيما تشير التوقعات إلى بقاء مجلس الشيوخ في قبضة الحزب الديمقراطي. ولكن فيما يتعلق بمجلس النواب ستكون الأغلبية أغلبية ضئيلة جدا، وسيكون من الصعب جدا تمرير قوانين يعني بدون الطرف الآخر وبدون التعاون بين الحزبين بسبب هذه الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب. يعني ولكن يمكن أن نقول أن سباق الانتخابات لم ينتهي، هناك المزيد من عمليات الفرز والعد مستمرة، كما أن الانتخابات سيكون هناك انتخابات إعادة في ولاية جورجيا، وذلك بسبب عدم حصول أي من المرشحين لمنصب مجلس يعني عضو مجلس الشيوخ، سواء رافائيل وورووك أو هيرشل ووكر، عدم حصول أي منهما على نسبة 50%، فبالتالي ستكون هناك انتخابات إعادة بين الاثنين وستجري يوم 6 ديسمبر، وهذا قد يتسبب بتعطيل النتائج النهائية حتى الشهر المقبل.